أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد. حياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطابت ليلتكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعني وإياكم في هذه الليلة على طاعته أن يجمعنا مع رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك ومولاه. هذه المناسبات الدينية هي ومضات ينبغي للمسلم أن يستغلها في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي الرجوع إليه جل في علاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. هذه النفحات هي الومضات والمناسبات التي ينبغي لكل مسلم أن يتعرض لها بالتقرب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فلعله تصيبه نفحة من هذه النفحات فلا يشقى بعدها أبدا، يعني يعيش سعيدا في دنياه وفي أخراه. والأعياد والمناسبات الدينية كعيد الفطر مثلا، والأضحى، ورمضان، والجمعة، وعاشوراء، ويعني أيام يعني أو الأشهر الحرم، وعرفة، كل هذه المناسبات ينبغي لكل مسلم أن يتقرب فيها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. في عاشوراء، هذا يعني اليوم العاشر من شهر محرم، وشهر محرم هو شهر من الأشهر الحرم التي تعظم فيه الحسنات وتعظم فيه كذلك السيئات، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني لا تظلموا في هذه الأشهر أنفسكم، يعني لا ترتكبوا الذنوب، فالذنوب والمعاصي يعني تعظم حسب الزمان والمكان. فالذي يرتكب الذنب في يعني في مكان في دولة من الدول، يعني لا ذكر لا داعي لذكرها، يرتكب الذنب نفسه هذا إذا ارتكبه في المسجد الحرام أو في الحرم المكي أو في الحرم المدني، وهو مكان آخر، لكن يعظم عندما ترتكبه في الحرم، يعني في المسجد الحرم مثلا. وكذلك يعظم الذنب إذا ارتكبته في نهار رمضان، وهكذا. وفي الوقت نفسه أن الإنسان عندما يعني يكثر من الحسنات، أو أنه يعني يعمل طاعات في زمن من الأزمنة، مثلا في شهر من الشهور كمثلا نقول مثلا كصفر مثلا، الذي يصوم في صفر ليس كالذي يصوم في محرم. فمحرم هو من أفضل يعني الشهور التي يعني الأفضل من غير رمضان، أقصد إنسان يصومها هو كذلك، وهو شعبان كذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام شعبان كثيرا صلى الله عليه وسلم، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصومه كله. وفي رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني يكثر من الصيام، وقال بأن فيه يغفل الناس بين رجب ورمضان. وإني أحب، وفي ترفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. في عاشوراء هو اليوم يعني العاشر من محرم، هو اليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى من فرعون. موسى عليه السلام نجاه الله سبحانه وتعالى من فرعون، فكان أتباع موسى يصومون هذا اليوم، يصومونه لأن الله سبحانه وتعالى نجى نبيهم من فرعون، فيصومونه شكرا لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بموسى من غيره، يعني أنا أولى بموسى، يعني موسى عليه السلام نبي من الأنبياء، كليم الله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء، ويأمر أتباعه وأمته بأن يصوموا عاشوراء، فصاموا عاشوراء، وكانت في البداية فرضا واجبا على المسلمين. ثم بعد ذلك يعني لما فرض صيام رمضان يعني لم تعد واجبة، يعني لم يعد صيام عاشوراء واجبا، وإنما صار من المستحبات، يعني من الأمور المستحبة، يعني من الأمور اللي هي فضيلة من الفضائل اللي هي عندها أجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأن صيام عاشوراء يكفر الله سبحانه وتعالى به السنة الماضية،
ذنوب السنة الماضية ولا ذنوب يعني الصغائر وليس الكبائر، الكبائر تحتاج إلى توبة. فمن سرق مثلا شيئا ثم صام عاشوراء لا يمكن أبدا أن يقول في نفسه بأن الله عز وجل غفر له يعني ما فعل، يعني سرق الناس يعني يعرفهم، بل ينبغي له أن يتوب وأن يرد المظالم إلى أهلها. إذن صيام عاشوراء من الناس من يعني يفعل بعض الأمور غير المشروعة في هذا اليوم. الفرقة التي تسمى بالشيعة، هؤلاء يقولون بأن عاشوراء هو يوم الحزن على موت الحسين رضي الله عنه وأرضاه، الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عن الصحابة الكرام، وهو ابن فاطمة، الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يعني يحزنون على موت الحسين، فيقومون بلطم يعني بلطم الخدود وشق الجيوب وبالضرب بالصوت بالجلد، يجلدون أنفسهم ويضربون أنفسهم، حتى الأطفال منهم الصغار تجدون بأنهم يضربون ويخرج الدم من رؤوسهم، يعني يشج الرأس ويفل الجسد، كل هذا تعبيرا عن حزنهم لموت الحسين وبأنه قتيل وكذا وكذا. فكل هذا ليس من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا. وهذا فيه تهديد وترهيب وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا الذي يفعله الشيعة في هذه الأيام، يعني في قنواتهم، القنوات الفضائية، تجد الشيعة يمرون في الطرقات ويضربون أنفسهم ويعذبون أنفسهم تعبيرا عن حزنهم، وهذا ليس من ديننا في شيء أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم بكى صلى الله عليه وسلم، بكى يعني خرج الدم من عينه صلى الله عليه وسلم، وقال له الصحابة رضي الله عنهم: يعني يا رسول الله، يعني تأمرنا بالصبر ثم يعني تبكي وكذا، وقلت في حديث إن المرأة يعذب ببكاء أهله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلب لا يحزن، إن العين لا تدمع، وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فلله ما أخذ وله ما أعطى. فالإنسان إذا أراد أن يحزن على موت إنسان كيفما كان فيبكي، لا داعي يعني لضرب نفسه وتعذيب نفسه بالضرب وبالشج وبالفل وبكل هذا، لا يجوز. فكان قول بأن الشيعة يرتكبون مخالفات في هذا اليوم هو عاشوراء، وكذلك يفرح النواصب، فرقة أخرى تفرح لأن هذه الفرقة النواصب هم أعداء الصحابة، يبغضون الصحابة ويتهمونهم بأنهم لم يطبقوا شرع الله وبأنهم خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى وخالفوا شريعته. فهم يفرحون بموت الحسين ويفرحون بموت يعني بقتل كثير من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فيفرحون في هذه الأيام. وأهل السنة لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، وإنما هم وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهم وسط أهل السنة، لا يفرحون بموت الصحابة ولا يحزنون هذا الحزن الذي فيه الضرب واللطم وفيه شق الجيوب وفيه كل هذه المخالفات، وإنما يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الصيام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العاشر صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يخالف اليهود، وكان كثيرا ما يخالفهم، فأراد أن يصوم التاسع والعاشر. وكل هذا ليس فرضا واجبا أو ركنا من أركان يعني من أركان الدين، وإنما هو من الأمور التي يستحب أن يفعلها الإنسان تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى من مغفرة الذنوب. فنصوم عاشوراء ونصوم التاسع، من استطاع أن يصوم التاسع فليصمه، لكن أن يعني التاسع هو اليوم، ثم من استطاع أن يصوم غدا فليصمه
يصوم غدا، هذا يعني الفضل، فيه الفضل. يصوم غدا، غدا الخميس، يصوم غدا إن شاء الله تعالى. ومن أراد أن يزيد 11 يعني الجمعة، يصوم الخميس والجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الجمعة الوحدة إلا أن تصوم يوما قبل الجمعة أو يوما بعدها، كما جاء في حديث جويرية رضي الله عنه رضي الله عنها وأرضاها. إذن يصوم الإنسان 9 و10 و11 إلى صمها 3 في مشكل مزيان، أو أن يصوم مثلا 9 و10 مثلا فقط مزيان، أو أن يصوم 10 و11 أجوش فقط مزيان، أو أن يصوم 10 فقط لواء عاشوراء مزيان. كل هذا جائز، كل هذا جائز، إما 9 و10 و11 يا إما 9 و10 يا إما 10 و11 يا إما 9 يا إما عاشوراء وحدها فقط، يعني يوم 10. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان اللي قدر أنه يصوم يصوم لكي يغفر الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب عند الله أن يغفر به ذنوب السنة الماضية، صلى الله عليه وسلم. لكن الأخطر من هذا هو أن تجد بعض الناس في هذا عاشوراء يلجؤون إلى كبيرة من الكبائر التي قد تصل بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله. أجل نرفع شوية الدارجة باش الناس يفهمونا، لأن هذا الموضوع ديال هذا الموضوع هذا يحتاج إلى الدارجة، خصنا نتكلموا بالدارجة باش يسمعونا الناس. اليوم ما بغينا نوصلوا لهم الفكرة ديال هذا الموضوع. فعاشوراء كيلجؤوا الناس لشي حاجة سميتها السحر. فعاشوراء كيلجؤوا الناس في هذه الأيام ديال عاشوراء في محرم، فاش كيبدا محرم كيبداو الناس كيقلبوا أنهم يديروا السحر. علاش كيديروا السحر؟ كيقولوا بأن السحر ديال عاشوراء، هذا السحر هذا هو سحر فعال، يعني أنه متأكد بأنه غادي يسخر، لأن السحرة هما يعلمون بأن السحر ممكن يسخر ممكن ما يسخر، يعلمون هذا. يعني ماشي أي واحد جاء وقال لك باغي نسحر الفلان، فذاك الساحر كيعلم بأنه ممكن يسخر هذاك السحر ممكن لا، ولكن ما كيقولهاش للزبون. تيقول لي باغي نسحر الفلان، أعطيني قدة وقدة ديال الفلوس وهنيتك فيه، جيب لي غير شي حاجة وجيب لي كذا وجيب لي كذا وهنيتك فيه. أما باش يقول لي راه ممكن يسخر ممكن ما يسخر، ما كيقدرش يقولها، لأنه غادي يضيع هذاك الزبون. ولكن الله عز وجل قال في القرآن الكريم في السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا هو ممكن يسخر ممكن ما يسخر، هذاك السحر يعني ممكن أن فلوسك تمشي هباء منثورة، مشات لك، أعطيتي 1 مليون أو 2 مليون، لأن السحر كيطلب أموال على حساب 5000 درهم، 6000 درهم، 1 مليون 2 مليون، 3 4 7 5 10، كيطلبوا أموال كثيرة جدا. فهو ما يقدرش يقول لك راه ممكن يسخر ممكن ما يسخر، وإنما تيقول لك دقة بطلع، وهو كذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول: كذب المنجمون أو كذاب هؤلاء السحرة الشياطين، كذب صدقك أو كذوب صدقك الخبيث. لكن الغالب في السحرة والشياطين أنهم يكذبون، فهذا الساحر كذاب، والناس يعتقدون بأن السحر ديال عاشوراء هذا سحر لا أبدا لا يعني فتاك، معناه أنه ما كيغلطش، هذا السحر هذا ممكن يصيب ذاك الإنسان المسحور 100%، فهذا اعتقادهم، ولذلك يعني يكثرون من السحر في عاشوراء كثيرا. وهناك في عاشوراء كذلك يقولون بأنه يقومون بتجديد السحر، يعني السحر عند واحد مده معينه مثلا، فلا بد انني نعيط لك باش انك تجي تجدد عندي السحر ديال فلان، راه كملت لي مده الصلاحيه، فانت كتسحر فلان وتيقول لك هذاك الساحر خصك ترجع عندي العام الجاي ثاني باش نعاود ثاني نجدد ليه السحر، يبقى دائما مسحور وانت كتعطي الفلوس. وهذه مزيانه للساحر، لانه كل مره اي كليان جا في المره الاولى خصو يبقى يجي تما اعطو حياته كامله، يبقى دائما كيجي كيعطيني فلوس باش نجدد ليه السحر. وهناك من قال بان السحر في عاشوراء في عشر محرم عنده علاقه بالنجوم والكواكب واش كامل، يعني بالقمر وبالتنجيم وبالفلك عنده علاقه بهذا، فلذلك يلجؤون الى السحر في هذه المده بالذات، فهذه المده
فالوقت بالذات. اللي بغيت نقول للناس هو أن السحر قد يصل بك إلى الكفر، قد يصل بك إلى الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم كيقول اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر الشرك وحط حداه السحر، الشرك السحر. السحرة كي يتعاملوا مع الشياطين الجن، والشياطين الجن هما اللي كيعلموا السحرة الإنسان، تعلمهم السحر، فالسحر جاي هو من عند الشياطين. ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الناس يعني الإنس، فالشياطين الجن يعلمون الناس، يعني كيعلمون الناس اللي هما الإنسان، كيعلمهم السحر. هذا السحر قد يؤثر وقد لا يؤثر كما ذكرت، قد يؤثر على كثير على الناس، يعني في صحتهم في بدنهم، وقد يؤثر في علاقتهم مع أقاربهم مع أزواجهم كما جاء في الآية، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، سحر الكراهية وسحر التفريق بين الزوج وزوجته أو بين الأب وأبنائه، بين الأبناء فيما بينهم، بين الأقارب، بين الإبن وأمه، سحر تفريق، بين الرجل وعمله سحر تفريق، بين العمل ما تخدمش، ما تبغيش تمشي للخدمة، تتكره الخدمة ديالك، سحر ديال الإنجاب ما تولدش، سحر ديال الربط والثقاف، الربط أو الثقاف تنقول له الثقاف بدرجة بأنك ما تجمع الزوجة ديالك. وقال المفسر العلماء يعني أن هذا هو السحر الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو سحر الربط. النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يأتي أهله، يعني يظن نفسه بأنه قادر على أن يأتي أهله، أن يجمع أهله، ولكنه صلى الله عليه وسلم يجد نفسه عاجزا عن ذلك. هذا السحر الذي سحره لبيد بن الأعصم، سحر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وهو حديث صحيح متفق على صحته ولا شك فيه أبدا ولا ريب، ولم يشك فيه عالم أبدا من علماء الحديث قديما أبدا، لا في سنده ولا في متنه، من علماء الحديث قديما. فالسحر كما ذكرنا أنه تأثر به النبي صلى الله عليه وسلم، وتأثر به كذلك موسى عليه السلام، قال الله عز وجل في القرآن الكريم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه من سحرهم، يعني بسبب سحرهم، سحر التخييل، صار يعني سيدنا موسى عليه السلام يخيل إليه من هذه العصي بأنها تسعى، وهذا سحر التخييل. فالسحر يؤثر على الإنسان الصالح والطالح، ممكن أنه يؤثر على الإنسان القوام الصوام، لأن بعض الناس كيقول لك سيدي أنا كنصوم وكنقوم الليل وكنصلي الصلوات الخمس في الوقت وكنصلي الصبح ومع ذلك أسحر، لا ما يمكنش. كنقول لي هل أنت أعبد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيد العباد، سيد ولد آدم، أفضل من عبد الله على الإطلاق ومحمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أذن الله للسحر أن يؤثر فيه، أذن الله للسحر أن يؤثر فيه لحكمة بالغة، لحكمة بالغة. قد يقول قائل لا أبدا لا يمكن، هذا مخالف لقوله تعالى والله يعصمك من الناس، فكنقول ما هو المقصود بقوله تعالى والله يعصمك من الناس؟ تيقول لك يعني أن الناس ما عمرهم غادي أديوهم شي حاجة، ما غاديش يتأدى أبدا من الناس. غنقول لي وماذا تقول في غزوة أحد الذي ضرب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني كسرت رباعيته وأسنانه صلى الله عليه وسلم، وكذلك دخل الحديد في وجهه ضربه الكفار في غزوة أحد، وأشيع خبر مقتلي في غزوة أحد، كيفاش فين هي الآية والله يعصمك من الناس؟ لماذا ضرب ولماذا كسرت أسنانه صلى الله عليه وسلم ولماذا فعل به هذا والله يعصمك من الناس؟ ولماذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الطائف لما ذهب إلى الطائف ليبلغ الناس، ضربوه في الطائف وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه، لماذا لم يعصمه الله سبحانه وتعالى من الناس؟ فالآية لم يفهمها هؤلاء الناس. قوله تعالى والله يعصمك من الناس معناه
أنك لن تموت، سيعصمك من أن يقتلك الناس حتى تبلغ الرسالة. لن تموت حتى تبلغ الرسالة، هذا هو معناه لن تقتل، معنى الآية. والله يعصمك من الناس أي أنك لن تقتل أبدا حتى تبلغ الرسالة وتكمل المهمة. أما الضرب والمرض وكل هذا قد يقع. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بقي كانوا يخنقوه، يجيبوا سلا الجزور ويرميوا عليه، فينا والله يعصمك من الناس بالفهم ديالك، ففهمك هذا فهم خاطئ. فهم يعصمك من الناس معناه أنك لن يقتلك أحد أبدا، وستبقى حيا حتى تكمل الرسالة وتكمل المهمة. هذا هو يعصمك من الناس، من أن يقتلك الناس، وإلا فقد مرض النبي صلى الله عليه وسلم. والسحر هو كذلك مرض، السحر مرض، وهذا السحر لم يؤثر أبدا في عقله صلى الله عليه وسلم، وإنما سحر أثر فقط في مسألة الجماع مع زوجته صلى الله عليه وسلم. فالتبليغ والصلاة والقيام وتبليغ الناس الأحكام، كل هذا لم يؤثر في هذا السحر أبدا، فعصمه الله سبحانه وتعالى حتى يبلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سحر، وسحر موسى عليه السلام، رغم أنه صوام قوام صلى الله عليه وسلم، عابد صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت معرض للسحر وأنا معرض للسحر، لكن الإنسان الذي يعني يذكر الله سبحانه وتعالى، يحافظ على الأذكار وعلى الصلوات الخامس وعلى أذكار كذا، فهذا السحر لا يؤثر فيه 100%. بمعنى أن الإنسان واحد إنسان مثلا يصلي الصلوات الخمس، حافظ على أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الخروج، أذكار الدخول، الوضوء، يقوم الليل، يصوم النهار، هذا الإنسان. واحد آخر لا يصلي ولا يصوم ولا يذكر ولا أي شيء، وإنما يعيش حياته حياة البهائم. وجاء ساحر يريد أن يسحر هذين، بغي يسحر لها الجوج. فهذا لما كيسحر ليه للإنسان العابد، لما كيسحر ليه، إذا أذن الله بأن يؤثر السحر قد يؤثر، لكن يؤثر بنسبة أقل من تأثير السحر في هذا الإنسان، اللي هو لا يصلي ولا يعبد ولا أي شيء. هذا قد يؤثر فيه 100%، فهم 100%، لكن الآخر قد يؤثر فيه بنسبة أقل، إذا يعني أذن الله للسحر بأن يؤثر بنسبة أقل، لأن الأذكار تعينه على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم هذا السحر بقي فيه 6 أشهر، 6 شهور ومسحور صلى الله عليه وسلم من الساحر لبيد بن الأعصم اليهودي. ومسألة أخرى، بعض الناس كيقول لك علاش السحر زعما كاين غير عند المسلمين، ما كاينش عند الكفار، ما كاينش عند في أوروبا وفي أمريكا وكذا. هذا كنقول أنت تكذب، تكذب وأنت ما تجولت وما سافرت إلى أوروبا وما تعاشرت مع الأوروبيين ولا مع الأمريكان ولا مع الروس ولا مع أي دولة. أنت هيك تدر، هيك تدر، لأن السحر كاين في أمريكا وكاين في أوروبا وكاين في روسيا وكاين في أفريقيا وكاين في العالم بأسره كاين السحر، ويعتقد في السحر كل شيء، سواء الديانة الإسلامية، اليهودية، النصرانية، السيخية، الهندوسية، أي ديانة وأي فرقة إلا وتعتقد في السحر. ما كاينش واحد ما كيعتقد بأن السحر ما كاينش، كل شيء كيقول السحر كاين، إلا أنت دابا كتقول الهضرة. فإلا مشيتي عند النصارى غادي يقول لك السحر كاين، مشيتي عند اليهود هما أصلا مريض السحر، أصلا السحر بنو إسرائيل هما اللي كان السحر، كان في عهد سيدنا موسى عليه السلام، وفرعون هو السحرة ديالو هما اللي كانوا بحال قلتي القصر ديال السحرة، هو هذاك تما فين بداو هاد الشيء كامل، هذوك الناس أتباع يعني هذوك اليهود اللي كان تبعث فيهم موسى عليه السلام. فاليهود هما الراس ديال السحر. لكن دابا كيجي شي واحد كيقول لك أنتم بوحدكم المسلمين على السحر، أنتم بوحدكم عندكم كذا، أنتم كذا، على السحر كيضرب غير مزانط، علاش كان السحر كيضرب كذا. فكنقول لي انت لم تجول وما قريتيش، ما قريتي ما تجولتيش. لو انك مشيتي عند اليهود غادي تلقى عندهم السحر، ولكن ما مشيتيش. لو انك مشيتي لاوروبا غادي تلقى عندهم السحر، ولكن ما مشيتيش. لو انك مشيتي لعند الهندوس غادي تلقى السحر، ولكن ما مشيتيش. انت جالس غير هنا وكتقول السحر كاين غير هنا، لانك ما درتي حتى بلاصه، جالس بلاصتك وكتهضر. فالسحر كاين عند كل شيء. ولذلك
كتلقى في بعض المباريات ديال الناس في اوروبا وفي امريكا كتلقى مثلا حارس المرمى كيرش المرمى ديالو باش ما يتسجل عليه شي هدف، كيرشو بالسحر، الماء ديال السحر كيرش. وغتشوفوا هادشي الناس اللي هما متبعين كره القدم وداكشي، غتشوفوا بزاف ديال الحالات ديال السحر بحال هكا، او تعليق التمائم عند السحره وهادشي كامل. ولا يعني ذكري القصص في هذه المساله فهي كثيره جدا عند يهود وكذا، يهود وسحره، يهود ونصارى هادو يسالون الرقيه، هادو يسالون الرقيه الشرعيه بالقران لعلاج السحر، يا نصراني يصيب بالسحر او يهودي يصيب بالسحر. وانا اقول هذا عن تجربه، ماشي شي واحد قال لي ولا كذا. يهود يطلبون الرقيه، يهود يطلبون الرقيه الشرعيه بالقران الكريم للعلاج من السحر، يعني اوذوا بالسحر. السحر النبي صلى الله عليه وسلم كيقول فيه: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. في رواية: من أتى كاهنا أو ساحرا، من أتى كاهنا أو ساحرا مشى عند شي ساحر فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الساحر الغالبية فيهم أنهم يسجدون للشيطان، يسجدون للشيطان اللي كيعملوا معاه، يسجدون له، يركعون له، يذكرونه، يعني كيذكروه، كيتكلموا، كيقولوا أذكار تمجيدا لهذا وتعظيما وتقديسا لهذا الشيطان، كما يفعل المسلمون مع رب العالمين. الساحر يفعله مع الشيطان، ربه هو الشيطان، يسجد ويركع له ويذكره. ونحن نفعل هذا مع الله جل في علاه، نسجد له ونذكره ونركع له ونمجده ونعظمه ونقدسه وننزهه ونسبحه جل في علاه. فلما هو كيدير هادشي يأمره الشيطان، يأمر هذا الساحر بأن يتبول على القرآن والعياذ بالله، فيفعل هذا ويمتثل أوامره، ويأمره كذلك بالنجاسة، أن يبقى نجسا وأن لا يمس ماء مدة من الزمن، فيمتثل أمره. ثم يأمره الشيطان بأن يزني بمحارمه، فتجده مثلا يزني مثلا بأمه أو بأخته أو بابنه أخته أو بابنته، يعني بالمحارم، كي يصل إلى مرتبة عالية من يعني العمل مع هذا الشيطان. فيبدأ الشياطين بالتعامل مع هذا الشيطان الإنسي في التفريق بين الناس، وفي إمراض الناس وتمريضهم، وفي ضرهم، في ضرهم، فيعني يفعلون هذا. فأنا كنقول للنساء والناس اللي كيتعاملوا بهذا الشيء: واش أنت ما خفتيش على الدين ديالك؟ أنت ما خفتيش على الدين ديالك؟ تخيل كتلقى شي واحد كيصلي وكيمشي يسحر، ما فهمتش علاش كتصلي؟ كتلقى مثلا حج ولا حجه وكيمشي كيسحر، علاش مشيتي الحج ضيعتي اموالك؟ كتلقى مثلا يقوم الليل وفي رمضان ويصوم في رمضان في الحراره احيانا وكيتلقى كيصلي التراويح مع الناس، علاش؟ النبي صلى الله عليه وسلم كيقول في الحديث او الايه القرانيه، يقول سبحانه وتعالى: لئن اشركت ليحبطن عملك. الا مشيتي تشركتي بالله سبحانه وتعالى غادي تحبط العمل ديالك، يعني صفر، ما بقاش عندك. قال سبحانه وتعالى: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هباء منثور. وقال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني انك يوم القيامه جاي فرحان بالحج وبالصلاه وبالطاعات وكذا، فكتجي يوم القيامه ما كتلقى حتى شي حسنه، ما درتي والو، فين هو داكشي كامل؟ مشى لأنك أصلا بطلتيه بالسحر، مشيتي سحرتي، مشات الزوجة سحرت لزوجها باش ما يتزوج عليها، سحرت لزوجها باش ما باقيش ينفق على أمها، على أمه مثلا، سحرت لزوجها باش ما باقيش يخرج مع أصحابه مثلا، سحرت لزوجها باش تردو حمار في الدار، تقول ليه الهضره يديرها اللي قالت لي الشارره، وقف وقف، نزل نزل، نعس نعس، فيق فيق، تردو حمار في الدار، سحرت لزوجها دير هادشي.
اي زواجنا سحرت الزوجه باش يحبها، اي حبنا هذا مغشوش، هذا حب مغشوش. واذكر لكم ان امراه كنت ذكرت هذا سابقا، امراه اتصلت بي وقالت لي بانني بغيت نعرف كيفاش نبطل السحر. قلت لها السحر فين لقيتيه؟ قالت لي السحر عندي في الدار. قلت لها اش كدير بهذا السحر؟ قالت لي واش نقول لك فاش كنت صغيره فاش الله تزوجت بغيت الزوج ديالي باش يحبني ودرت ليه السحر ديال المحبه. قلت لها قولي لي شنو درتي لي في السحر ديال المحبه باش يحبك هذا الزوج؟ قالت لي درت ليه السحر في السلحفات، القوقعه ديال السلحفات، الدار ديال السلحفات، القوقعه هذاك السحر، وانا نسقني داك الشيء في السلحفات ودرته باش يحبني الزوج. مالي يلاه تزوجت ودابا قالت لي تندم معايا الحال، كبرت وشرفت قررت نموت وما بغيتش نموت وانا دايره هذا الشيء باقي عندي. قلت لها فين مخبيها؟ قالت لي مخبيها في الماريو. عافاك بغيت غير نعرف انا كيفاش كنبطلو، كيفاش نبطلو. قلت لها جيبيه ليا انا نبطلو ليك. قالت لي لا 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 غير قول لي كيفاش من بعيد انا ما بغيتش تعرفني. هذا مشكل، هذا سميتو حب مغشوش. يعني كيفاش انت كيفاش دابا الزوجه كتشوف واحد الزوج تيحبها مثلا وهو حب ماشي طبيعي، ماشي حب مغشوش، حب مغشوش انه كيشوف فيها غير هي وانه كذا، هذا حب مغشوش. لا يجوز الانسان انه يرتكب هذه المخالفات ديال السحر والشعوذه. كاينه اللي كتسحر لراجلها لولادها باش انهم ما يخرجوش من الدار عند الزوجات ديالهم، باش انهم ما يحبوش الزوجه ديالهم بزاف ويحبوها هي. احيانا كاينين الناس اللي كيمشيو عند السحره من اجل العلاج، هما باغيين يتعالجوا وكيصدقوا هابطين للقاع. يعني داك الشيء خلاف ما تريد، يعني كيوقع لك خلاف ما تريد. انت عند الساحر، انت غادي عند واحد الانسان اصلا هو في خصومه مع الله، عدو من اعداء الله، وتظن بانه سينفعك. كيف سينفعك وهو اصلا عدو لله الذي هو الشافي الوحيد الواحد الوحيد الذي يشفي هو الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي. اسمع، لا شفاء الا شفاءك، لا شفاء الا شفاءك. فما كاينش حتى شي واحد غادي يشافيك الا اذا اذن الله. فداك الساحر اللي انت غادي تمشي عنده باش يشافيك هو اصلا ما عندوش ديك القدره، اصلا مخاصم مع الله اللي كيشافي، مخاصم معاه، فانت غادي كتجري عنده. انا اذكر لكم قصه كنت ذكرتها ونعاودو. كان جات عندي واحد الفتاه، ديك الساعه كنت في المسجد امام في المسجد، وجات عندي في الظهر، خرجت من المسجد فوجدتها عند الباب. انت هو خالد مبروك، مرحبا تفضلي شنو المشكل؟ قالت لي عفاك بغيت تربني كما كنت. قلت لها لا كي كنتي انتيا؟ قالت لي كنت اجمل وحده فهاد البلاد هذا فاش حنا كاينين دابا في هاد المدينه هادي، اجمل وحده وبدون مبالغه كنت جميله جدا، شكلا جسما العينين الوجه الشعر يعني كذا، يعني وصفت نفسها. وانا هادشي كامل ما شفتوش فيها، ديك الساعه هي كتبان بحال الغوله، ولكن قالت لي انا كنت جميله جدا. وجات هي لابسه واحد العبايه ودايره واحد زيف اسود حتى لحد هنا تيبان شويه الشعر، ودايره نظر كبار مغطين ليها تقريبا نص ديال وجهها، تكون نظر كبار. وقالت لي ما كنتش هكا، حيدت النظر زعما شوف وجهي كي ولا وشوف عيني كي ولا. المهم قالت لي ردني كي كنت. قلت لها شنو كديري؟ شنو كيفاش كنتي؟ عاودي ليا كيفاش قصتك وكذا. وهي تقول لي بانها انسانه كتعيش من الفنادق ومن السهرات والسياحه الجنسيه، هادشي باش عايشه. يعني ان الناس اللي جاوا بالسياحه كيجوا للجنس، هي تقريبا هي الطب، هي اللي كتدي لهم الاغنياء كيبغوها غير هي، وكتصور اموال طائله جدا
يعني تقريبا في الشهر شيء 30 مليون او اكثر في الشهر الواحد، 30 مليون. المهم هاد السيده قالت لي واحد البنت صاحبتي جبتها عندي وهي تسكن معايا، كناكلها ونشربها ولات كتخرج معايا وداكشي كامل وهذا، وهي تقول لي راه هذيك البنت قالت لي بان البنات كلهم كيحسدوك لانك انت المطلوبه وانت الجميله وانت اللي كذا وانت اللي كذا، وانا عندي لك واحد غادي نديك عند واحد الفقيه، والفقيه هو الساحر عند هاد الناس هادو، غنديك عند واحد الفقيه في المنطقه الفلانيه غادي تسببي عنده باش ما ياذيكش البنات، تسببي عنده يعني يدير لك شي حاجه باش ما ياذيكش البنات لانه كيحسدوك وغي اذيوك. قالت لي صافي اتفقوا، مشاو عند داك السيد. فاش مشاو عند داك السيد عطاها شي تخربيقه كلاتها، عطاها شي حاجه بخرتها، عطاها شي حاجه شماتها، عطاها شي تخربيقه قال لها ديها للدار وصوبيها، ومشات للدار هي دير داك الشيء، دارت شي حاجه عنده وشي حاجه جات للدار ودارتها. من هذاك النهار الصباح، من الصباح ديال داك النهار دارت داك الشيء، ملي الصباح ديال داك النهار تغيرت، تغيرت بدات كتغير، بدات الصحه كتمشي، الوجه كيمشي، الشعر كيمشي، الجمال كيمشي، ما بقاش فيها ما يتشاف. قالت لي وليت كنمشي للفنادق في دوك السهرات الليليه وداك الشيء ما كيشوف فيا حتى واحد، وحتى واحد ما كيبغيش يشوف فيا، واحيانا كيعطوني 100 درهم غير باش نمشي بحالهم. وليت كنصور في النهار 100 درهم، هاكي 100 درهم عطاك اعطانا ابتسامه باش نشوف فيك، ما تعطيني والو، ما بغيت والو. قالت لي ما حد ما كيبغيسنيش، حتى واحد ما كيبغينيش والو. هادي مشات باش داوي عند من؟ عند ساحر مشعوذ، وبدا داوي راسها وتعالج راسها وتحصن راسها. فالذي وقع انه تغير عكس تماما ما ارادت، فجات للرقيه بغات القران كيفاش ترجع كما كانت. فقلت لها انا شرطي الوحيد، انت دابا الان ما بغاك حتى واحد، ما كيشوف فيك حتى واحد، وما عندك والو، مابقاش عندك لا فلوس لا والو، فقيره، انا لا اريد منك شيئا الا واحد الحاجه. قالت ما هي؟ قلت لها الا تعاونت معك ورجعتي كما كنتي، انك الا تعاونت معك انك تبقي تحضري معنا في الدروس ديالنا في المسجد، ونشوفوا محسنين انهم يكريو لك، ما عندك والو، ما كذا مقطوعه من الشجره ما هادشي كامل، نشوفوا لك ناس كريو لك وما تحتاجي والو، وغادي وغادي تعمري المسجد وتحافظي على حجابك وداكشي. هذا شرطي، هل تقبلين؟ هي تقول لي انت انسان صريح ولذلك ساكون صريحه معك، انا لا اقبل هذا العرض، ما قبلتوش، انا الا تعالجت غادي نرجع كما كنت باش نصور 30 مليون في الشهر. فقلت لها اذا انا ما غاديش نعاونك، اعطيني اتساع خليني ما قدرش. صافي مشات. المهم قصه مازال ما انتهت، ولكن يكفيني انه مشات باش تعالج ثم تدمرت حياتها عند ساحر. كاينين الناس مشاو عند سحرة او جابوا سحرة للدار، بغاو يعالجوا الدار ديالهم عندهم مشكل، فمشات الدار كامله، مشات كلها بالاثاث ديالها بكل شيء ديالها. كنت عاودت هذه القصه، رجعوا ليها في الفيديوهات ديالي، تقدروا انا كنسجل غير في الفيسبوك والناس كيهزوا من الفيسبوك وكيحطوا داكشي في اليوتيوب، تقدروا تلقاوها في اليوتيوب ولا شي حاجه، قصص ديال السحرة والمشعوذين كيفاش ياكلون اموال الناس، كيف ياكلون اموال الناس. اتصلت بها واحد السيده من مدينه القنيطره واحد النهار، عفاسي خالد انا راه كذا، راه عطوني الرقم ديالك شي ناس كيعرفوك وهذا وكذا، كانوا كيحضروا لك الدروس وهادشي، وبغيتك تعالج لي المشكل ديال الزوج ديالي وولدي وهذا وهذا وهذا. قلت لها اخت انا بعيد، بعيد عليك، انت في القنيطره وانا في اكادير. وقالت لي واش ممكن دير لي شي حاجه بلا كاع ما نجيو عندك انا وزوجي وولدي، تقاد لينا شي حاجه غير من تماك. فاش قالت لي هكا انا بغيت ندير تجربه، بغيت ندير تجربه ونشوف كيف يعني كيف ينصب السحرة على الناس. فقلت لها واخا اشنو الا قدت لك هذه الحاجه، واش مستعده انك تصيفطي لي الفلوس؟ قالت لي مستعده نصيفط لك فلوس. قالت لي شحال بغيتي تصيفط ليا؟ قالت لي شحال بغيتي نصيفط لك؟ وانا نقول خرجت مني دغيا، قلت لها انا بغيتك تصيفط لي 3000 درهم.
وهي تقول لي واخا ماشي مشكل. قلت لها واش عندك؟ انا بغيت نشوف حوار وصافي. قلت لها واش عندك بعدا 3000 درهم؟ قالت لي عندي شي بركه والحاجه الاخرى غادي نسلفها حتى نكمل لك 3000 درهم ديالك ونصيفطها لك. قالت لي انت داكشي كي غدير تصيفطو ليا؟ قلت لها نصيفطو في كار، الا غتصيفط شي حاجه غنصيفطها في الكار غتوصلك واستعمليها. قالت لي صافي مشات، انا غادي نصيفط لك 3000 درهم. قلت لها شوف الشريفيه الله يرضي عليك، انا باغي نقول لك واحد الحاجه. قالت لي تفضل اجي هنايا. قلت لها انت دابا بحال الاخت ديالي، ما عرفتكش قداش، واش كبر مني ولا صغر مني ولا قدي في السن ما عرفش، ولكن نحسبك بحال الاخت ديالي ولا بحال الام، المهم اخت ديالي بحال اختي. ما غاديش نبغي اللي يضرك، وما غاديش ندي لك فلوسك، وما غاديش نصب عليك، وغادي ننصحك واحد النصيحه الله يرضى عليك. اي واحد دار معك هذا الشيء اللي درت معك دابا لهذا الحوار، ما تجاوبيش معاه، ما تصيفطيش ليه ريال ما والو، لانه كذاب ونصاب وكيكذب عليك وبغي يدي لك فلوسك. دير عقلك واحد شويه، راه ما كاينش حاجه سميتها بغي نصيفط لك شي حاجه وصيفطي ليا فلوس، ما كايناش. هذا الشيء راه سميتو النصب، وسميتو الاحتيال، وسميتو الكذب على الناس، واكل اموال الناس بالباطل. انت ما شتينيش صيفطتي ليا فلوس 3000 درهم، غادي نهز منها 10 درهم، وغادي ب 10 درهم غادي ندير شي ميكا وندير شي لعبه وندير شي شعار ندير شي تخربيق ندير شي بخور ندير شي حاجه ونعلق، ونقول لك علقي ونلصق داكشي بالساقه، علقي انت وراجلك وولدك 10 درهم ديال الساقه وديال الوريقه وكتبه قضي غاره، وتبقى لي انا 3000 درهم هذيك قلع 10 درهم، ما درت لك والو غير كذبت عليك، فهمتي؟ هادشي سميتو الكذب على الناس، وهادشي هو اللي كيعجب الناس سبحان الله العظيم. ما فهمتش انا علاش الناس كيموتوا علاش ينصاب وكيعطوا الاموال الطائله، وداك الانسان مثلا اللي كيخدم معاهم بالمعقول هذاك الانسان ما كيخلصوش وما كيعطوه والو وكيخلوه يتعذب، وهو كيتعذب معاهم، يجلس معاهم مثلا ساعتين ولا ساعه ولا نهار ولا كذا، وهو مسكين معذب معاهم وشحفان معاهم، وفي الاخر ما كيشد والو، لا الوقت اللي ضيع ولا المجهود اللي دار ولا العرق اللي عرق ولا داكشي كامل، وامور كلها مشروعه ومع ذلك لا شيء. ولكن واحد مسخوط اخر اللي هو ما تيدير والو ما كنشوفو واش كيدير، هذا تيتكبع لي الاموال. اتصلت بي واحد السيده من اوروبا، السلام عليكم. وعليكم السلام، معايا خالد مبروك، مرحبا. قالت لي عافاك تيضرني راسي وديما مريضه وعيانه وكذا، وبغيتك تعاون تدير لي شي حاجه تسبب لي. قلت لها انت بعيده وانا كاين في مدينه اخرى وبدوله اخرى وفي مدينه وكذا، حتى تجيو ان شاء الله تعالى ونشوف الحاله ديالكم. قالت لي على انت ما تديش بحال الاخرين. قلت لها شنو كيديروا الاخرين؟ قالت لي كنت متبعه مع واحد السيد كاين توا في المغرب، كنقول ليه سبب ليا، كيقول لي صافي عطيني سميتك وسميت امك وصيفطي لي الفلوس. قلت لها واش كديري؟ قالت لي كنصيفط لي الفلوس، كنعطيه سميتي سميت امي وخدام معايا، ودوز معايا واحد المده، وقت ما حسيت براسي عيانه كنصيفط لي الفلوس وهو تيخدم تيقول لي راه خدمت لك. قلت لها واش شفتيه؟ قالت لي لا ما شفتوش، ولكن كيقول لي راه خدمت لك. وكدوز واحد شويه كنحس براسي مرتاحه، وكل مره وقت ما عيانه كنصيفط ليه. قلت لها قولي لي شحال وصلتي معاه؟ قالت لي لا غير خلي داك الموضوع دابا بغيت نبدا معاك انت. قلت لها لا جيني الصراحه قولي لي شحال وصلتي معاه؟ قالت لي وصلت معاه 8 د المليون. 8 د المليون كداك. قلت لها دابا الان بغيتي تبداي معايا انا 8 د المليون اخرى ولا شنو؟ نبقى حتى انا نقول لك صافي هنيتك عطيني سميتك سميت امك، وبقى كتصيفطي في الفلوس، وانا كنبدا نقول لك راه كندير شي حاجه، والفلوس غادي كتصيفط ليا وانا كنشبع فلوس، وراه انا راه كندير شي حاجه، وانا راه ما كندير والو، وانت غادي تحسي بشويه الراحه ظنا منك بانني درت وفلوسك مشاو. هذا سميتو النصب والكذب على الناس، الاحتيال، وهذا لا يجوز. وهذا الانسان هذا ياكل الحرام يدخل الحرام الى بطنه. وهاد الناس اللي كيصيفطوا لهم هاد الاموال الطائله هادو مبذرون مسرفون، وهادو مغبونون وما عاد كاعش غنسموهم، وجهال جهال. العلاج هو القران الكريم، والنزل من القران ما هو شفاء، شفاء ورحمه للمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه صلى الله عليه وسلم بالقران، ويرقي اهله صلى الله عليه وسلم، ويرقي الحسن والحسين، شد لهم الراس ويقرا عليهم صلى الله عليه وسلم المعوذات، يقول والله احد الفلق والناس، وهو نفسه كذلك يقرا على نفسه
يقرأ على يعني وينفث في كفيه ويقرأ القرآن ويمسح، صلى الله عليه وسلم سائر جسده كلما أراد أو كلما كان مضطجعا يعني أراد النوم صلى الله عليه وسلم. فالطرق ديال العلاج المشروعة كاينة موجودة، ولكن الناس تأباها إلا أن تمشي لها فلوسها في الباطل وفي الكذب على الناس. الناس مساكن راه مشاو لهم ديور. أنا مشيت عند شي ناس كانت دات لهم واحد الساحرة جميع الأثاث ديال الدار، ما خلات لهم والو. مشيت عندهم من ديك المدينة لدارهم ولم أجد شيئا، لقيت الضص. سمح لينا سي خالد راه ما عندنا فين نجلسوك، راه ديك الساحرة كل مرة كتقول لنا خصكم تجيبوا لي خصكم تجيبوا لي، حتى دات لينا كل شيء. مشى كل شيء، مشى كل شيء. أي دين، أي علاج هذا؟ فين شفتوا هذا العلاج؟ فين كتقلبوا؟ علاش كتقلبوا الناس؟ علاش كيقلبوا؟ إذا جيت نعاود لكم القصص ديال السحرة والمشعوذين كيفاش كيديو الناس أموالهم، راه داك الشيء الخيال، الخيال والله إلا الخيال. يعني شي حاجة اللي هي ما كتظنهاش ممكن تكون ولكن كتكون. فكنقول لعباد الله إياك أن تلجأ إلى ساحر أو إلى ساحرة أو شواف أو شوافة أو عراف أو عرافة، ما تقربش لهذا الشياطين لأنهم غادي يدوك لجهنم. واحيانا كاين بعض شي وحدين غادي يدوك لجهنم خالدين فيها ما طلعش، لان السحر فيه وفيه فيه المخرج من المله، يعني كافر فيهاش. وكاين اللي هو كبيره من الكبائر، كبيره من الكبائر، المهم هو جريمه كما كنتي هو جريمه ياك. كاين المخرج من المله بحال هادشي ديال تبول على القران او لا يعني تسب الله ولا تسجد للشيطان ولا تدير شي طقوس ديال الشياطين، هذا مخرج من المله كافر. وكاين واحد اخر اللي هو جريمه من الجرائم وكبيره من الكبائر. المهم انت ما تقربش لشي حاجه سميتها علق، ما تعلق والو، ما تبخر بوالو خنز. الناس دابا في عاشوره كتدور في الازقه ديال الناس في الزناقه كتشم ريحه خنزه تفوسيخه، شويه سميتها تفو سيخه. فالناس هذا كيظن بانه بهذه الطريقه ما كيسحرش ليه حتى واحد، وبالعكس اللي كيدير الخنز في الدار هذو يلاه كيجيب الشياطين، لان الله قال في القران الكريم الخبيثات للخبيثين، الخبيثون للخبيثات، يعني الرائحه الخبيثه والانفس الخبيثه والكلام الخبيث هو تيكون ديما مع الخبث. فانت كل ما كتكون خبيث كيجيو عندك الخبثاء. فالرائحه الخبيثه والكريهه في الدار كتجيب لنا الشياطين وكتبعد علينا الملائكه، لان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ما كلاش الثوم فقط لان الريحه ديالو ما خلاش جبريل عليه السلام يجي، فما كلاش رائحه ريحه الثوم، فما بالو كان تجيب ديال البخور ديال الخنز خانز، الجلد ديال الضبع، الدماغ ديال الحمار، السفيحه ديال الجمل، واخا ما عندوش. المهم شي حاجه اللي هي خانزه موسخه، شي تخربيق، شي حاجه خايبه جايبها انت شعل لنا العافيه في الدرب خانز، عرفتي كتولي كطيح قيمتك. يعني لما كدوز حدا شي دار واخا يكون داك الانسان ما عطاش شنو عنده دكتوراه في كذا وكذا ولا فلانه ما عطاش شنو، كدوز من حدا دار شي واحد وكتشم ديك الريحه خنزه سقطت قيمته، صافي صار مذلولا حقيرا صغيرا. تيبان لك شو خنز مسخ باقي كيعتقد في هذا الشيء خايب، ما تتبان صغير. كي لما كدوز من الدار وكتسمع فيها القران وكتشم الرائحه طيبه كتفرح كتقول هاد الناس نقيين، هاد الناس مستوى عالي جدا، فهمتي؟ قران رائحه طيبه مزيان، الخنز نسخ صافي تحتي ما بقيتيش انت هو هذاك. فالانسان باش يعالج نفسه عنده القران الكريم يتقرا، يقرا هو على نفسه، يقرا على زوجته، يقرا على اولاده، يقرا على والديه، يقرا على اولاده، يقرا على خوته، يقرا على قرا القران الكريم. عندك الماء تقرا عليه تغتسل به، قرا للماء وتغتسل به واخا يدوز في يعني القادوس، تنقولوا القادوس كنقولوا الصرب كنقولوا المجاري كنقولوا الصرف كنقولوا كذا، واخا يدوز ما فيها حتى مشكل. وانا لا اعرف عالما منع ذلك او حرم ذلك، لا اعرف عالما بالشريعه، انا ما عرفتوش. والجائز انك يدوز ذاك الماء مع المجاري ماشي مشكل. وعندك زيت الزيتون انك تقرا فيها مخلطه مع شويه ديال زيت الحبه السوداء، تقرا فيها القران الكريم وتدهن بها كل ليله الى غتنعس مزيان، وتغتسل في الصباح، هذه كلها مشروعه. عندنا السحر الماكول كانت تقياوه، ممكن تقياه بالماء المرقي، تقرا عليه القران وتشرب فيه واحد لتر ونص على الريق وتقياه، سحر ماكول ممكن يخرج. عندنا الرائحه الطيبه انك تشمها وتبخر بها الدار وكذا، كل شيء مزيان جائز.
عندنا الممرقي نرشو به الدار ديالنا والباب ونرشو به العتبه ونرشو به الاركان ديال الباب ديال الدار كلها. كل هذا مشروع، كل هذا جائز. هادشي هو اللي جائز. شي تخربيقه ان الحجامه مفيده كذلك للسحر والمس، حجامه النبي صلى الله عليه وسلم كيقول خير ما تداويتم به حجامه، صلى الله عليه وسلم كيقول ما مررت على ملأ من الملائكه الا وقالوا لي اوصي امتك بالحجامه، عليك بالحجامه. فالحجامه مهمه جدا. والصلوات الخمس والدعاء والاذكار هذا مهم جدا في العلاج. هذا الشيء اللي تبعته اولا مشروع، ثانيا مشروع يعني جائز، ثانيا اي ذكر ذكرتي الا عندك اجر ديالو، عندك حسنات كتجمع بالحسنات، ثالثا كتكون محصن. اما الطريق الاخرى ديال السحر المشعوذين انت مشكوك في اسلامك، انت مشكوك في اسلامك، مشيتي مع السحر المشعوذين انت ممكن تكون مسلم ممكن تكون كافر، مشكوك في دينك، ممكن تكون مسلم ممكن الا كنتي مسلم غادي تكون مسلم فاسق عاصي او لا تكون كافر، احتمال جوج احتمالات. لكن مع الله انت مسلم فيها شك، لكن مع الشياطين المشعوذين ممكن تكون كافر ممكن تكون فاسق. فلاش انت غادي تدفع راسك لهذا الشيء ولاش غادي تمشي لهذا الطريق؟ الساحر حكمه في الشرع ان يقطع راسه، ان يفصل بين راسه وجسده، حكمه شرعا، هذا حكم الساحر. فلذلك ادعو كل مسلم ومسلمه انه يحافظ على الدين ديالو العقيده ديالو الاسلام ديالو، وانه ما يلجاش للسحر والمشعوذين، وانه يلجا للطريقه المشروعه في العلاج وفي التحصين، طريقه مشروعه اللي فيها القران، فيها سوره البقره اللي كيقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم اخذوها بركه وتركوها حسره ولا تستطيعها البطله اي السحره، البقره. في ايه الكرسي مهمه جدا، اذا اضطجع الانسان وقراها في مضجعه لا يقربه شيطان ولا يزال عليه من الله حافظ. في القران الكريم المعوذات، ما تعوذ بمثلها احد يعني تحصن بمثلها احد، الفلق والناس، هذا كله امور مشروعه شرعا. فالانسان لما كيكون قويا بالله جل في علاه، اما اذا مشى مع السحره فهو ضعيف حقير ذليل صغير. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعني واياكم بما ذكرت في هذه الليله المباركه، وان يوفقنا واياكم لطاعته وللصيام. ما تنساوش تصوموا غدا عاشوراء ان شاء الله تعالى في المغرب، وتصوموا اذا قدرتوا اللي ما صام اليوم التاسع يصوم الجمعه 11 الى بغى، إذا ما استطعش المهم يصوم عاشوراء، يعني أمر فضيلة ومستحب وفي مغفرة الذنوب الماضية السنة الماضية. صلى الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.